نحييكم مشاهدينا إلى الموجز الاقتصادي. أكدت اللجنة المالية البرلمانية أن أزمة الدولار في العراق هي نتيجة لصراع أمريكي إيراني اقتصادي انعكس ضرره على العراق. وقال أعضاء في اللجنة أن السيطرة على الدولار الآن أصبحت أمراً صعباً بسبب فرض العقوبات الأمريكية على المصارف العراقية، وأضافوا أن السياسات المالية الحكومية لا يمكنها احتواء صعود الدولار وإنقاذ الدينار من حالة انهيار في ظل حالة الاستيراد العشوائي الذي تبلغ قيمته سنوياً نحو 22 تريليون دينار. شهدت أكبر 5 صفقات نفطية في شهر تشرين الثاني حضوراً قوياً من جانب العراق والجزائر، مع تزايد أعمال التطوير والاستثمار بقطاعات النفط في كلا البلدين. وجاء العراق في صدارة أكبر 5 صفقات نفطية في تشرين الثاني، وذلك من خلال اتفاقات كبرى تتعلق بالاستثمار والإنتاج والتطوير في حقلي غرب قرن واحد وغرب قرن اثنين من جانب شركات عالمية. كشفت وكالة رويترز عن تراجع إنتاج الدول المصدرة للنفط أوبك خلال شهر تشرين الثاني في أول انخفاض من نوعه منذ شهر تموز، وذلك بسبب قلة الصادرات الواردة من بعض دول المنطقة ومنها العراق لضبط واردات السوق النفطية. وأظهرت نتائج مسح أجرته رويترز تراجع الإنتاج جاء بسبب انخفاض الشحنات من العراق ونيجيريا مع استمرار التخفيضات من السعودية وأعضاء آخرين في تحالف أوبك بلس. فرضت شركة الصناعات الغذائية في مصر زيادة جديدة على أسعار جميع المنتجات خلال الفترة الأخيرة، تشمل منتجات الألبان والأجبان والحلوى والمشروبات والعصائر والعسل والمعكرونة وكذلك المعلبات. وتراوحت الزيادة في الأسعار ما بين 7 إلى 12% على المنتجات المسلمة لمراكز التوزيع والمحلات بمختلف المحافظات اعتباراً من الثاني من شهر كانون الأول الجاري. تعاني أسهم شركة ستاربكس الأمريكية من سلسلة قياسية من الخسائر مع تزايد المخاوف من تراجع اتجاهات المبيعات في شركة القهوة العملاقة في الأسابيع الأخيرة، وذلك بالتزامن مع المقاطعة العالمية للشركة بسبب دعمها للاحتلال الصهيوني في حربه على غزة. وأشارت بيانات المبيعات بحسب وكالة بلومبرغ الأمريكية إلى تباطؤ مادي في ستاربكس في شهر تشرين الثاني، بعد أن حققت شركة القهوة العملاقة نمواً قوياً في المبيعات بنسبة 8% في الربع المالي الرابع. وفي المجمل محى الانخفاض 9.4% من القيمة السوقية لستاربكس، أي نحو 12 مليار دولار من أرباحها بحسب وكالة بلومبرغ. وهذه انتقالة سريعة لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. ختام الموجز الاقتصادي، شكرا على طيب المتابعة.